فلا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين على الحق وكثرة المخالفين على الباطل، فإن أهل الحق أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، لا سيما في هذه الأزمة المتأخرة التي صار الإسلام فيها غريبا، فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن قال له: أترى أن نرى الزبير وطلحة مخطئين وأنت المصيب؟ فقال له علي: ويحك يا فلان، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله.